السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، اموركم كامل لاباس. الفيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان راح يكون اجوبه على الاسئله ديالكم اللي خليتوهم لي في التعاليق. كنت خليت الكومبوست في اليوتيوب لانه بزاف راهم يراسلوني في الخاص على بعض الاسئله على المعيشه في امريكا. المهم راه كاين بزاف الاسئله وانا قررت اني نعمل لكم هكذا فيديو، ان شاء الله برك يكون قصير، نحاول نجاوب على كامل الاسئله اللي خليتوهم لي وراح نبدو على بركه الله. كاينه ادونتي ادم، انا درت هذا العام تاع قرعه امريكا، دعوا لي نخرج فيها كل عام نديرها، واش انتي درتيها؟ اوكي اختي، ماشي انا اللي عملتها، الزوج ديالي عنده مده هو هنا، هو اكيد جاب القرعه بهذه القرعه اللي راكي تحكي عليها اختي، وهي قرعه امريكا، عنده اكثر من 13 بوتاتر هكذا، وتفتحها مع سبتمبر اكتوبر هكذا، وبعض الاحيان تكون اكتوبر نوفمبر. المهم هادو هما الاشهر اللي تفتح فيهم القرعه وتختار من، يعني هي قرعه لكامل العالم وتختار من كل بلاد، نسبه تكون كبيره، يعني بورسونتاج هي تربط من كل بلاد، وانتوما ما عليكم غير تسجلوا في هذه القرعه، تسجلوا فيها، تسجلوا الحظ ديالكم، والامريكا من بعد تكون في ماي، في ماي تعمل هذاك التيراج، واللي يخرجوا في القرعه هما اللي تبعت لهم. اكيد فيها شروط، هي يعني النيفو يكون من التيرمينال وطلع، اذا ما عندكش هذاك النيفو خاصك كشهادات. المهم هي في الانترفيو، مين يعيطوا لك في الانترفيو، هما يديروا معك مقابله، اذا شافوك مؤهل اكيد راح يقبلوك وتطلعي ولا تطلع لامريكا بكوارتك مباشره من اول دخول ليك لامريكا، يعطيوك جرين كارت. هذه جرين كارت عندك الحق بعد 5 سنوات تقدم على جنسيه، يعني هذا هو الشيء اللي صار مع الزوج ديالي، خرج فيها من حظه اول مره، خرج مباشره من لعبها، خرج اول مره بما انه كانوا عنده امكانيات كبار وكان الخدمه تاعو في البلاد كانت مليحه، وهذه الو قبلوه مباشره وجا هنايا، وبعد 5 سنوات عمل الجنسيه، ومن بعد باش تزوج معايا وانا طلعت، لانه بزاف اللي ما يعرفوش هذه القرعه للاسف، لانه هنا تقريبا كامل اللي جايين لامريكا يكونوا جاوب هذه القرعه، يعني ماشي عن طريق الزواج، الاغلبيه 90% جايين بهذه الطريقه. نمشيو لادمتي هذه، اوكي جاوبتها. في الغربه حياتي مع بناتي، قالت لي شوفي اختي والله توالفي مع الوقت، انا كنت الصغيره في الدار وكنت اتاشي بزاف لدارنا، وكنت نقول عمري ما نروح ونخليهم، كنت نقول للام ديالي الزوالي ما تتزوجيش تبقاي معايا، نبقى معاك، ولكن المكتوب جابني لكندا، والزوج ديالي هو اللي عمل لي اوكي الباريناج، تقصد بها هكذا نورمالمون، وراني في 16 سنه غربه، هي صعيبه في الاول لكن توالفي، هذا هو المكتوب ولازم نرضاو به والحمد لله على كل حال. صح واش قالت الاخت، الغربه صعيبه البنات خصوصا في امريكا وكندا، لانه انا بعد بزاف بزاف على بلادنا، لكن مع الوقت البنات توالفوا، يعني خصوصا اذا جبتوا اطفال ودخلتهم، يعني سبحان الله ربي هذا ما كتب لنا، ومن بعد اكيد راه يعطينا الصبر ونوالفوا ونتاقلموا مع البلاد اللي انا عايشين فيها. وحده زايد ها والله كان نسيب الفرصه نروح لي قبل نهار الغربه، ولا الغربه ولا ربي يهدينا. ان شاء الله اختي، ان شاء الله ربي يكتب لك وتجي تاتي الغربه. عالمونا، انا حبيت ندفع دوسي لكندا مع الخطيب ديالي، وراني بزاف خايفه اذا ما نقدرش نعيش بعيدا على دارنا، واذا نقدر نتاقلم في المعيشه تماك وحدي. نتمنى نسمع قصتك كيفاش حتى قدرتي توالفي وحدك تماك، وشكرا. هي كما قلت اختي كندا يفتحوها وقيلة كل عام، عندهم بزاف هكذا، كما راكم عارفين كندا حتى هي كبيره، وخصوصا هذا العام طلبت نسبه كبيره من الجزائريين، يعني اللي راه حاب يروح ليترونجي يروح لكندا. كاين اللي يقول لك بعدا البنات كاين الامكانيات هنا، كاين الامكانيات كندا، نعرف بزاف اللي ساكنين في كندا يشكروها وعاجبهم الحال، هي قضيه وقت، توالفوا برك خلاص. انا صح جاتني صعيبه ديك السنه الاولى، السنتين جاتني صعيبه بزاف بزاف بزاف، انه حياتي تبدلت 360 درجه، سمحت في خدمتي، سمحت في دارنا، في عيشتي، يعني بديت ازيرو البنات، يعني كل شيء راح، ومين جيت هنا بسيف عليا، لازم تتاقلم العيشه واكيد تحترم عيشه الزوج ديالك، والغربه كما قلت صعيبه، لكن مع الوقت كان الزوج ديالي يقول لي دوك تشوفي نهار اللي تهبطي فاكونس في البلاد عقليتك راح تتبدل، وتبداي تقولي وقتاش نولي لامريكا، وقالوا هذه بزاف تاع الناس اللي كانوا سابقيني هنا في هذه البلاد، وصار لي صار، جبت بنيه
بنتي الاولى من بعد ما جبت بنتي اهبطت للبلاد، وصح بديت عاود توحشت امريكا، توحشت نولي لداري، توحشت العيشه اللي كنت عايشتها هنا. يعني شوفوا حنا اللي عايشين في الوربة رجل لهنا ورجل في البلاد، هذه هي، نمشيو للبلاد نتوحشوا لهنا، نجيو هنا نتوحشوا للبلاد. ومن جبت لكم ما قلت بنتي الاولى ودروك الحمد لله زدت الثانيه، يعني بديت نخمم في المستقبل ديالهم، واكيد المستقبل الدراسي هنا في امريكا ولا في كندا احسن بكثير من الدول العربيه، والدليل كامل يجي العرب هنا خصوصا السعوديين والخليج، ولادهم كامل يقراو في امريكا وفي كندا. ومع الوقت اكيد راح نتوالفوا، برك لازم يكون عندك الصبر وايمانك بربي كبير، ولازم انت تقولي هذه هي بلادي الحاليه، لازم تنسي البلاد، الا البنات اكيد ما راحش توالفوا. اوكي نادرة مالك، انا وزوجي حابين نروحوا لكندا، زوجي عنده اونتربريز هنا بصح خايفه ما يلقاش خدمه تما، كنت شقاو باطل، ونصيحه واش رايك في كيفاش المعيشه تماك؟ اوكي انا الحساب ما نعرف باللي في كندا يعاونوهم عكس امريكا، في كندا متروحي كاين امكانيات الدوله تعاونك في الكراء، تعاونك في الاطفال، تعطيكم الشاك دراهم، سمعت باللي حتى في السكن يعاونو، يعني كاين، لكن من الاحسن يكون عندك واحد تم باش هو يعطيكم الخيوط، يعني ما تروحيش ولا يروح بوحده هو، ما تروحيش معاه نهار الاول. ما في امريكا البنات اذا الزوج ديالكم ولا نتوما كعائله حبيتوا تغامروا ما تجيوش كامل العائله في اول يوم، لانه صعيب الحال، لازم الزوج هو اللي يسبق يحوس خدمه هنا، تخدمي غير شهر خلاص قد تخلصي الكرا ديالك، يعني ممكن تكون بشهريه تا اسبوع تخلصي بها الكرا تاع شهر، يعني راكم عارفين ماشي كما حنا. المهم هو يسبق يشوف الاحوال كي عامله، يشوف خدمه، يشوف السكن، ومن بعد يطلع باقي العائله ديالو هكذا باش ما يملمدكمش معاه، واذا كانوا عندكم اقارب يكون احسن. لكن كما قلت اختي هنا تبقى فيك، انا سمحت الصراحه، سمحت في السيتياسيون تاعي، الزوج ديالي حتى هو الحمد لله كانت السيتياسيون ديالو تري بيان، حتى هو سمح فيها، ومي جا هنا ما ندمش، وانا كذلك مع الوقت من ولفت ما ندمش، يعني قضيه تاع وقت هذا ما كان، وكل واحد كيفاش يشوف فيها البنات، كل واحد، يعني انا تخمامي تخمامك ماشي كيف كيف، وتخمامك انت واحد اخر ماشي كيف كيف، لانه هذه بلد فيها ايجابيات وفيها سلبيات، ونفس الشيء بالنسبه للبلاد ديالنا، لكن الصراحه اللي يعني شايفتهم ايجابيات هنا اكثر من السلبيات، وهما اللي خلاوني نسمح في عده اشياء في البلاد ديالي ونعيش في هذه البلاد. ناجيبوس، هل يستطيع زوجي ايجاد عمل في امريكا؟ هو يعمل في الاشعه. اوكي راديولوجي. شوفي اختي هنا الدبلوم ديالنا تاع البلاد ما اكزيستيش هنا، لازم انه يعاود يقرا من جديد التخصص هو ولا حسب، يعني خصو يقرا باش الدبلوم ديالو يولي اكزيستي في هذه البلاد، ويزيد يقرا التخصص ديالو، يعني راح تاخذ له مده طويله. لكن اذا راه حاب يكمل في هذاك الدومين ديالو راه يقرا ويمشي يخدم خدمه، يخدم بارت تايم، يعني بعض الايام اكيد باش يبدا يخلص الكرا، يخلص الماكله، لانه في امريكا ما يعاونوش، يعني ما كاش ديك المعاونه كبيره، ولا يخدم تاكسي، بزاف بزاف هنا اللي يخدموا التاكسيور، يخدم تاكسي، يختار الساعات اللي يخدمهم، وفي نفس الوقت راه يقرا، لانه باش يجي مباشره ويخدم ديك خدمه اختي هذه غير نسيها، هذه ما كايناش، لانه لازم يقرا من جديد في هذه البلاد، في هذه البلاد هذه هي. كلال فتحة، ما بقى لي ما نقعد في هذه البلاد، أرض الله واسعة، بعد موت بنتي الصغيرة بسبب خطأ طبي، الله يرحمها أختي وربي يصبرك أختي، واش نقول لك شي تاع الله. قولي أختي كيفاش ندير باش نهاجر للمريكان وربي يحفظك. أختي كما قلت في البداية وهي كاينة لوتري، سي أختي حظك، وكاينة ملاحظة راهم ينصبوا عليهم في البلاد، يقول لك أنا نعمل لك أبليكيشن، يخلصوا عليهم 2 ملايين، 4 ملايين، حتى 5 ملايين، وهي البنات ما كاش لا ما تعمريها بوحدك في الدار، تدخلي اللوتري تعمريها في 5 دقائق او اقل من 5 دقائق، يعني ديك الابليكيشن تعمريها فقط في 4 دقائق او اقل، يعني ما كان لاه ينصبوا عليكم الناس ويقولوا لكم نعمروا، لانه الاسئله واضحه فيها زوج تاع لي باش تعمريهم بكل سهوله البنات، ومن بعد يزفطوا لك غوسو بلي سيبو قبلنا الدوسي ديالك، ويعطيو ديك الورقه، وديك الورقه اللي بعثوها لك يعني مين تخرج لك، تخرج لك مين تكملي تعمر تاع هذيك الورقه الابليكيشن هذيك، تامبرينيها وتحتفظي بها، وتستناي الوقت تاع اللوتري، وتدخلي في ماي، تدخلي هذاك النيميرو اللي يعطيه لك، وتماك تقراي النتيجه الا ربحتي ولا ما ربحتيش، وهما يكونتاكتيوك بيان سور. لكن باش تمشيو على الناس يعملوا لكم ويضربوا لكم دراهم البنات، هذه كنصيحه من اخت الى اخت، انا اللي نعرف لهم كامل ابليينهم، غير انايا في 4-3 دقائق نقعد ابليينهم، يعني ما تاخذش مني كامل الوقت.
اوكي تسنيم ساجع، السلام عليكم، انا راني مهتمه انا وزوجي بموضوع الهجره لامريكا، بصح ما راناش عارفين وين ندفعوا الملف لطلب الهجره ولا القرعه من فضلك، نوضح لنا هذا الموضوع بالتفصيل اختي. ان شاء الله راني حكيت كيفاش في البدايه وتفتح مع سبتمبر اكتوبر، هذه هي المده ديالها وتنتهي، لانه والله مانيش فاكره هذه الخطره كملت وقيله في الاسبوع الاول تاع نوفمبر، لو 6 نوفمبر حبست يعني تقعد واحد الشهر هكذا. المهم اختي ما عندك ما خسرتي، تبداي تفقدي هكذا في هذه اللوتري يو اس اي، تبداي تفقدي ويعطيوك كامل المعلومات تخرج لكم في هذيك لاباج وتماك تابلي. لكن اذا كانوا كوبل متزوجين فانا نفضل انه الزوجه تسجل حالها والزوج يسجل لحاله، هكذا باش تكون عندكم فرصه الربح اكبر، لكن بدون كذب يعني اكيد راح تحطي بانك متزوجه واسم الزوج ديالك، واذا كانوا عندك اطفال كذلك تحطي باللي عندك اطفال وهو نفس الشيء. المهم كما قلت لازم يحط كامل المعلومات الصحيحه، يعني ما كاش كاذب، راك متزوج متزوج، راك سيليباتير سيليباتير وواحد من العائله، لانه اذا خرج الزوج ديالك عنده الحق يطلع مرته والاولاد ديالو، هذه يعني محطوطه في القانون. الورده الجوريه، الورده الجوريه، انا عندي قريب ليا مثل الاخ اخير باتو ماما عايش في امريكا، لاباس عليه مع زوجته، عنده 3 بنات وحشتهم بزاف بزاف هذه 5 سنين، ما رجعوش للبلاد، هم يقراو في الثانويه والصغير في التحضيري، ويقولوا ان النظام التعليمي في الخارج جيد واحسن من الجزائر. حبيت تحكي لنا على اوكي، اكيد ماشي غير في الجزائر، في الدول العربية كامل يعني هذه معروفة، لأن كما قلت كامل الخليجيين والسعوديين ولادهم يقراو هنا. التعليم البنات من أروع التعليم شفتو في حياتي، لأنه أنا بنتي دخلتها فقط بريكار يعني ما قبل التحضير، وقلت لكم إن شاء الله راح نشارك معكم يعني لي بروغرام اللي يعطيهم لها هكذا باش يستفدوا بعض الأخوات اللي بناتهم مازال ما دخلوهمش، راح نشارك معكم هادو باش بوحدكم تقدروا تطوروا من مستوى الأولاد ديالكم. المهم كما قلت اختي راح نحكي لكم على مستوى التعليم في امريكا، المستوى من اعلى المستويات. نعطيك حاجه بسيطه، هنا ولادنا من نعبيهم يقراو البنات هما اللي يقوموا بكلش، يعني انا خلاص يعني لا من ناحيه التعليم لا من ناحيه التربيه، يعني يراقبوهم في كلش، الا ولدك مريض يعيطوا لك راه مريض، الا ولدك كان ساهي ولدك راه ساهي عندكم كاش مشكل، الا ولدك جا روطار على الوقت يتصلوا بك اسكو خرج من الدار 2 مينوت 3 مينوت فين كان، يتاكدوا البنات ماشي حنايا 3 شهور ما يقراش 4 شهور ما على بالهمش الوالدين ما يبعثوا لهمش وين راهم ولادكم، هذه كاينه وصاليه وما تقولوليش بلي ما كايناش، في وقتي وكانت كاينه. الاساتذه يمدوا من قلبهم عكس بعض باش ما نعممش البعض، يعني نعطيكم مثلا انا ملي كنت صغيره اللي كانت تقريني ضعيفه ضعيفه ضعيفه، يعني ما كانتش استاذه بمعنى الكلمه الصراحه، عندنا من عبينا من عندها ما كانش تقوم بالواجب ديالها خلاص. اهنا العكس البنات ما يريحوش، يعني ان شاء الله راح نبارطاجي معكم البروغرام تاع بنتي اللي ما قبل التحضير، هذا اللي قبل التحضير يعني مازال ما دخلتش التحضير، فما بالك السنه الاولى، فما بالك التحضير، فما بالك السنه الاولى، والله العظيم البنات اللي راهم يقريوهم لها ما قبل التحضير ما شفتوش حتى في السنه الاولى الثانيه اللي كنت انا نقرا في وقتي، يعني نحكيو الصراحه وما يبقاش خاطركم البنات، لانه كاين بعض الاخوات ما يحبوش من نقعدوا نقارنوا، حنا ماناش ضد بلادنا بالعكس، بلادي بلادي وين ما نروح ما ننكرش بلادي، بلادي سبحان الله زادت وكبرت، لكن انا نحكيو الواقع وهذا ماشي غير في بلادي، راني يعني نحكي الواقع الدول العربيه كامل، والدليل كامل ولادهم اللي بخير عليهم يجيبوهم يقراو هنا، يعني باش تكون الصوره واضحه وما يفهمونيش بالخطا الاخوات. وعلى بها نقول لكم انا هذا هو الشيء اللي خلاني نصبر في هذه البلاد، وهو نخمم في المستقبل تاع بناتي وهما انهم يقراو في هذه البلاد. لونا سولي جو سوا تو لو بونور و لو كوراج بور تو لي جون كي سون ا ليترونجي سورتو دي فام، وربي ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله يا اختي، لانه ماشي سهل الحال، ان شاء الله ربي يكون في العون كل واحد. نعم هذه مالك، نعم راني حابه نعرف من اين نبدا الطالب حتى اخر المراحل، موضوع شكرا اختي مالك، راني قلتها في بدايه الفيديو هي لوتري تبدا تماك لي انسكريو، وان شاء الله كل وحده والحظ ديالها، المهم اذا ما خرجتيش في هذيك الاولى على حتى ان شاء الله ربي يفرج وتخرجي، المهم ما تفقدوش الامل.
اكيلا، كيفاش رحتوا؟ واش من فيزا درتي؟ اختي كذلك راني جاوبتك، انا الزوج ديالي هو اللي خرج في لوتري هذه مده طويله، ومن بعد هو اللي جابني هنا. كاين كذلك واحد السؤال، كنت عملت فلوج في فرنسا وكانت واحد الاخت بعثت لي ميساج قالت لي اختي كيفاش رحتي؟ شاك فوا راكي تروحي اسكو راكي تعملي فيزا؟ لا اختي ما نعملش الفيزا، لانه الحين عندي الجنسيه في امريكا. ملي تكون عندك الجنسيه الامريكيه تدخلي اي بلد بدون فيزا، يعني هذه هي الميزه تاع الجنسيه الامريكيه، ويكون عندك حقوق اكثر واكثر واكثر على بها. يعني كاين بزاف اللي يكونوا بين وبين، يعني ملي تجيكم ديك المده حاولوا انكم تعملوا الجنسيه باش تستافدوا منها. لكن اذا كانت عندك جرين كارد اكيد راح تحتاج الفيزا، راكي يعني مقيمه في امريكا وعندك برك ريزيدونس اكيد راح تحتاجي الى الفيزا، تمشي القنصله وتدفعي الدوسي كما البلاد، ويعطيوك اما تاع عام اما تاع سنتين، نسيت ان الصديقه ديالي عملتها. لكن اكيد ملي تكون عندك جنسيه احسن البنات، يعني نمشي ملي يكون انا تقريبا ملي يكون في الجزائر نطلع فرنسا، يعني راني قاعده بانت لي نمشي لاجونس نرفد البيي ليا وبناتي مولا داري ونروح مباشره يعني بدون انتظار. هذه فاش حاجه مليحه بالنسبه للجنسيه اللي عندهم الجرين كارت اللي جاوا اللواله، تكون عندهم 5 سنين قل شهرين 3 شهور عاد باش يابليو على الجنسيه. لكن اذا جاب مرتو من بعد، يعني ما جاوش اونسون، يعني مثلا تزوجتي مع واحد في امريكا عنده الجنسيه، اكيد انت ما راحش تقعدي 5 سنوات، راح تقعدي 2 سنين و10 شهور، يعني 3 سنوات ما كاملينش، وتم ان شاء الله عندك الحق تابليي على الجنسيه. وهذا هو الشيء اللي صرا معايا انا، يعني ما كملش 3 سنين وعبيت الجنسيه والحمد لله اخذتها. واذا راكم حابين نعمل لكم موضوع على الجنسيه كيفاش تاخذوها، يعني موضوع يكون شويه لان الجنسيه موضوع ديالها شويه طويل، اكيد راح نشارك تجربتي مع الاخوات. المهم كحاجه نعطيها لكم، الجنسيه بزاف بزاف اللي خافوا منها، وهي من اسهل ما يكون. اذا راكي عامله حاجه في راسك وعندك الثقه في نفسك وتقولي بلي لازم ناخذ الجنسيه، ان شاء الله وباذن الله راح تاخذيها. يعني هذه كنصيحه من اخت الى اخت. البنات كذلك الموضوع تاع التربيه، كان اللي يخافوا يقولوا ولادكم في التربيه صعيبه، البنات ربي سبحانه وتعالى هو الحامي سواء كان هنا ولا في بلادنا. رانا نشوفوا واش راه صاري، ممكن هنا احسن في حاجه واحده اخرى. هي صح هي المشكل اللي عندنا هنا كيفاش نعلموهم الديانه ديالنا. انا بنتي دوك راه واحد المرحله ما شاء الله عندي بنتي انا سمارت، يعني ذكيه من النوع اللي تقارن، هذه علاش ما عملتش الحجاب، هذه علاش ما راهاش تاكل، كيفنا هادو علاش لحمهم ماشي حلال وحنا حلال، ما معناتها حلال. تسال لي واحد الاسئله البنات يعني اللي تخليني نقول يعني هكا في راسي مازالت صغيره. هذا اوكي عندنا شويه المشكل دي الناحيه، لكن بكل بساطه نفهمها من اللي كانت صغيره، نفهمها على الدين على الصلاه، تقول لي علاش تصلي، يعني هذه اللي نلقاها شويه صعيبه خصوصا اذا ما كانوش عندك اقارب والاهل معك في هذه البلاد، يعني هذا هو. ويتبعوا اكيد هذه كل شيء تولي على التربيه تاع الوالدين. اذا ربيتوا ولادكم في الدار على الصلاه والدين والعادات والتقاليد، اكيد على بها انا حرصا شديدا في هذه الناحيه، لا من ناحيه الصلاه من ناحيه العادات. يعني بنتي ملي كانت صغيره نغرس لها غير هذو الاشياء، والحمد لله درك مي راها تقرا ما تاكلش اي ماكله من ايام عند وحده، تقول لي ماما ماكلتهم ماشي حلال، يعني بدات تستوعب بدات تعرف هذه القضيه. القضيه الثانيه واللي مليحه هنا في هذه البلاد، وقتهم شارجي البنات، ولادنا من يدخلوهم يرى وقت مشارجي، يعني بناتنا ما عندهمش، بناتنا ولا ولادنا ما عندهمش وقت باش يخرجوا برا، ما عندهمش وقت باش يتلهاو في حاجه اخرى. الا كملوا القرايه يديرهم اكتيفيتي، اما سبور اما هوايه، يعني يشارجوا لهم. يعني هنا ولادهم البنات ما عندهمش وقت باش يمشيو يلعبوا، ماشي كيما حنا البلاد كنا نخرجوا نلعبوا، شي ما كانش هنا البنات وقايمين بهم كما قلت، يعني تحطي ولدك في المدرسه وتولي للدار وانتي هانيه. حتى المدارس ديالنا مبلعين فيهم، عاملين حتى لابوليس خاص شرطه المدارس، هذه مش تحت بلاد عندنا شرطه المدارس هكا يكتبوا سكول بوليس، يعني تجبريهم في قلب المدرسه اج ما كاتخ عند الباب برا، يعني هما يعني كما قلت لكم باختصار مليحه هذه البلاد بزاف بزاف من ناحيه التعليم والتربيه الاطفال في المدارس، هذه الحساب ما راني نشوف انا. المهم البنات انا راح نحبس هنا الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف بزاف، حاولت نجاوب لبعض الاسئله اللي هم حاطينهم لهنا، ان شاء الله كون فدتكم وزيد بزياده قبل بنتي ما تنوض وتخسر الفيديو. المهم البنات ان شاء الله تكونوا فهمتوني وكنت ظريفه خفيفه عليكم، واذا راكم حابين انواع فيديو اذا راكم حابين فيديوهات من هذا النوع خليوا
لي هذا الشيء في التعليق، وعندكم اي استفسار ولا اي سؤال كذلك خليوه لي في التعليق، وان شاء الله بكل فخر نجاوب خواتاتي، خصوصا اللي راهم عاد جداد في هذه امريكا، لاني انا وحده كنت كيفكم ما كنت نعرف والو. اكيد راح حاجه اللي نعرفها ما ندخلها حتى على واحد، راح نتقاسمها مع احباباتي، هذه هي بكل ما عرفتش كلمه راحوا. المهم البنات نقول لكم تبقوا على خير، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.